كنا عم نرحب فيهم. اها اهلين عمو ابو شقيب. كانوا فايقين بعدين ناموا. انا بس ضلغطت. يعني انتم متاكدين انه ما كان عندكم ضجه؟ ولو طبعا متاكدين، بس ما في غيرها هي الكركمه بتفتري سيدي. لك ما الكركمه، ما الكركمه ما لها علاقه، فهمتك 100 مره. لك هالشغله قوم صح النوم. صح بدنك. وانا هلا رح اتاكد بنفسي. الو مرحبا، انا ابو شكيب. ها لك الشرطي. الشرطي الشرطي. ايه ما الدركي، انا رئيس المخفر، ما شاويش الكراكون. ايه منيح اللي عرفتيني اخيرا. لكان هلا انت متاكده انه الضجه كانت من الشقه اللي فوقك؟ ايه متاكده يعني. طيب ماشي الحال. ايه مع السلامه. الجماعة ما يقولوا انه الشقة اللي عندكم هي اللي طلع منه الضجة. شفت؟ بتضل تفتري، ما حدا ساكن تحتنا غيره. يا حضرة البوليس المحترم. عفوا عفوا، مين الاخ؟ ضيفنا الاستاذ بسام منعم، مغترم بطل العالم بالمفاكسة. ايه شرفنا، اتفضل بقى قلي شو كنتك تقول؟ نحنا كنا عم نرقص. شو المناسبة؟ قريبا عرس الاخ فرج على الانسة كوثر وعم نحتفل. ايه ألف مبروك، ألف مبروك إن شاء الله. نحن مبسوط، بس نحن شو منريد غير إنه يكون مواطن مبسوط. إيه بس ما ضروري دبكة. ليش شو من رأس الشرية؟ نحن رأسنا على الخفيف. بس هاي البلوة اللي تحت، هلأ ما عاد في إلا هاي البلوة اللي تحت، مسكتوها وقمتوا فيها الشاد. أنا قصدي اللي بلغوكم سمعهم قوي. يلي بده ياخد راحته لا يسكن بهيك بنايات، يروح يسكن بدار عربي قد ما بيقبس، ما بيزعج حدا. انا شخصيا العرس بدي اعمله بدار عربي. ونحن معزومين. لا يا ابو شكيب انت اول واحد. بس انا ما بضل اكبهك الا على الراسه. انت وقدود. يلا لا تغفزونا خاطركم. اهلا وسهلين. وانت بتقدر تفاكشني؟ الله اعلم. مر لعندي بكره على المغفر، اشرب لك كاسه شاي وخلينا نتفاكش. شو بده بهالصراع ابو شكيب؟ لك ليش يا جميل؟ بعدين متشرف بمعرفته. لا مو قصة معرفة، بس يعني بدك تفكشه بدك تفكشه، لأنه إذا فكشك رح ياكل فلقة. الله يسامحك يا جميل. لك أنا لا بدي افكشه ولا شيء، بس مشان افتخر قدام الكل وأقول اتفاكشت أنا وبطل العالم بالمفاكشة. يلا خاطركم. راعي قوات الشرطة تعمكم من الخناقة. لا ما رح نتخانق، هات راسك لبوسه. وانت هات بوسه كمان. مرت عمي، امتى بدنا نساوي العرس مشان نعزم بسام وعبير؟ لك شو انا اللي بدي اتجوز؟ عندك كوثر تمحق منك إله. انا كل اللي بقوله فرج موافقه عليه. صحيح مثل ما بيقول البطل، لا تخف صاحب الا بعد قتله. ولي لك شوفي 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 نازلين من هون. شو صاير؟ مرتي مرتي تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. تعبتي قلبي يا غزال، قلبي تيجي شمال. لك شو صار لك؟ ايه فهمنا. طيب شو ساوي يعني؟ ايه فعلا راح عن بالي الموعد. محروس خلال انا 10 دقايق بكون عندك، انت اخترع لك اي حجه ان كانت. اريفيديتشي محروس. كوثر تعبتي. لا ماما انا رايحه مشوار كثير ضروري، خلي عيونك على اغراض البيت. ليش شو بده يصير باغراض البيت؟ لك كوثر شو بيعرفنا هدول عيونهم مو شبعانه. وليكن لك فكره ماما.